أهلا بحضراتكم، عدنا بعد الفاصل. اسمحوا لي في دقيقة قبل ما ننطلق في حوارنا اللي أنا نوهت لحضراتكم عنه، وهو التهابات الكبد وفيروس سي وسوفالدي وباقي العقارات اللي إن شاء الله تشفي بأمر ربنا من هذا المرض. خلونا بس نأكد لحضراتكم الخبر العاجل اللي أنا قلته لكم قبل الفاصل مباشرة. كنت قلت لكم إن في أنباء قوية عن إقالة الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية من منصبه. خلال الفاصل تأكدنا من هذا الخبر. الخبر دلوقتي هو إقالة رضا عبد السلام محافظ الشرقية من منصبه بناء على أمر وتعليمات من اللواء السيد أحمد زكي بدر، الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية. وأن الأخبار بتقول كمان أنه تم تعيين اللواء سامي سيدهم قائما بأعمال محافظ الشرقية لحين حركة المحافظين القادمة. معايا على التليفون الأستاذة سميحة الخميسي، مسؤولة الإعلام في محافظة الشرقية. مساء الخير يا أستاذة سميحة. مساء الخير يا فندم. إيه اللي حصل يا فندم؟ وهل الإقالة دي تمت إقالة مكتوبة ولا بالتليفون ولا وصلتكم إزاي؟ بالتليفون حضرتك. إحنا كان عندنا النهاردة مفتي الديار المصرية ووزير الأوقاف ونقيب السادة الأشراف وشيخ مشايخ الطرق الصوفية، وكانوا بيفتتحوا مسجد في قرية صورة في كفر صقر، واجتمعوا عندنا في الديوان العام بأعضاء البرلمان، وكان لقاء جميل جدا النهاردة، وكان يوم محافل في عمل. وبعدين محافظ الشرقية كان في كفر صقر، فهي بالقرب من المنصورة منزله. توجه إلى منزله، وإحنا لسه ما خرجناش من المحافظة، فوجئنا بتليفون منه بيطلب مننا أن إحنا نلم حاجياته الموجودة في الاستراحة لأنه مش هيجي. حاولنا نفهم منه في إيه، قال إن أنا تلقيت تليفون من السيد الدكتور وزير الحكم المحلي بالبقاء في منزله لحين صدور حركة المحافظين. ومجرد ما بدأ نلم حاجته من الاستراحة انتشر الخبر من داخل الاستراحة ومن المحافظة على مواقع التواصل الاجتماعي اللي موجودة في الشرقية. يعني في حالة من الهيجان هنا في المحافظة، لأنهم متمسكين بيه لأنه كان شخص ممتاز وقريب من الجامعين. وأنا بقول إن كان في وقفة أمام الديوان يوم الأحد عشان بقاء مطالبة القيادة السياسية ببقائه، ولكن الدكتور قال لي اكتبي على البوابة الإلكترونية والجميع المواقع الرسمية إن أنا مش عايز الوقفة دي عشان ما يندسش حد فيها، وأنا ببادل معاهم المشاعر النبيلة دي، وأنا خادمهم، وأنا إن بقيت فأنا خادمهم، وإن رحلت فأنا مكلف في أي حتة في أي مكان بخدمة مصر، وإن رجعت فأنا هرجع لطلابي وجامعتي. ما حصلش أكتر من كده. طب أستاذة سميحة، من وجهة حب شديد. طب أستاذة سميحة، من وجهة نظر حضرتك إيه اللي ممكن يكون حصل النهاردة خلى في إقالة عاجلة كده؟ حتى الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية ما استناش لبكرة أو بعده، النهاردة الجمعة، ويعمل هذه الإقالة العاجلة بهذا الشكل في التليفون. هنا في الشرقية والصحفيين بيعملوا وقفة قدام الديوان العام، حددوها يوم الأحد القادم الساعة 3 للمطالبة القيادة السياسية. يا أستاذ سميح، أنا ما بقولش حضرتك رد الفعل إيه، بقول لحضرتك إيه اللي ممكن يكون حصل النهاردة خلى الدكتور أحمد زكي بدر يعجل بالإقالة التليفونية كده. اللي حصل هي الوقفة المدبرة يوم الأحد القادم. الوقفة المدبرة يوم الأحد القادم؟ الوقفة اللي كل أهالي الشرقية قالوا على التواصل إن إحنا هنتجمع ونعملها، بس هم استجابوا للمحافظ إمبارح وقالوا خلاص إحنا مش هنعمل وقفة، بس هنوصل صوتنا للقيادة السياسية. الوقفة دي عشان إيه يا فندم؟ عشان مطالبة القيادة السياسية ببقاء الدكتور رضا محافظا للشرقية وعدم رحيله إلى محافظة أخرى أو إلى عمل مرة أخرى. يعني كان في كلام إن في وقفة يوم الحد، بعد الكلام اللي سمعوه بعض الناس في الشرقية انه ربما يتشال رضا عبد السلام من مكانه او يتنقل لمحافظة اخرى، فالناس كانت نازلة عشان تقول لوزير التنمية المحلية او للقيادة السياسية احنا عايزينه يخليه يكمل. لانه هو بيشتغل كتير والناس لمسة شغله هنا، فكانوا في انباء ظهرت على المواقع التواصل كلها انه رايح المنيا، وفي حد تاني اقالته، وفي مواقع بتقول ان فعلا حددوا المحافظ اللي جاي محافظة الشرقية فعلا بالاسم وبالوظيفة. طيب خلاص، بعيدا عن الوقفة دي يا أستاذ سميحة، النهاردة حصل حاجة؟ يعني كان وزير الأوقاف موجود ومش عارف ايه الطرق الصوفية وكذا، احنا معلوماتنا بتقول ان في حاجة حصلت خلال الأحداث بتاعت النهاردة. اليوم مر بنجاح شديد جدا جدا، وكان يوم ناجح، بس مجرد ما وصل البيت وتلقى اتصال تليفوني. انا طبعا ما كلمتش الدكتور رضا، بس هو ما بيردش على حد على تليفوني دلوقتي. هو حضرتك بتحب الدكتور رضا وشايفه ان هو يعني كان محافظا معاه مسؤولة الاعلام ومش ملاحقه كتابه بيانات اعلاميه، وبنخرج كل يوم الساعه 7:30
ما بنرجعش الا الساعه 4 كل يوم، بنلف في المحافظه من شرقها الى غربها، بكتب حوالي 10 بيانات اعلاميه في اليوم. فانت شايفه انه ما كان يجب ان يرحل؟ هذا رجل بعيد عن الفساد تماما، بعيد عن الرشوه، بعيد عن الشلاليه، لا يتكلم كثيرا، يعمل فقط، حبينا الشغل معاه. يعني كان في محافظين بيبقوا في محافظه الشرقيه بنقعد 4 سنين على سجاده الصلاه ندعي ربنا يشيلهم، ما كانتش بتشاله. ده انا حاسه بحب الجميع، له لا يكرهه الا فاسد او قائم بفاسد، بيحارب التعدي. طيب، على يعني مشاعرك تجاه الدكتور خطير. وضحت يا استاذ سميحه. التليفون اللي جه باقاله الدكتور رضا عبد السلام كان امتى تقريبا؟ كان بعد انصراف الوزير، يعني حوالي الساعه 2 الظهر. بعد انصراف الوزير؟ 2 الظهر جاله تليفون من الدكتور احمد زكي، جاله تليفون ببقائه في منزله حتى تصدر حركه. احنا معلوماتنا بتقول ان التليفون ده كان مطول، يعني الدكتور احمد زكي بدر قعد يكلم الدكتور رضا حوالي 40 او 50 دقيقه. والله في ناس قالوا لي انهم سمعوا بيقول له انت عايز تعمل لي بلبله ويندس ناس في وسط الحركه، بس انا وجهت شكر للحركه امبارح الحمله انهم استجابوا وقالوا مش هنقف، فانا قلت لهم شكرا على المشاعر النبيله ده، ان انتم مش هتقفوا لان احنا مش عايزين بلا طبعا ولا عايزين وقفه. طيب، المحافظ. حتى الان تم تكليف اللواء سامي سيدهم بالقيام باعمال المحافظ حتى استتباب الامور. هو المحافظ قال لمدير العلاقات العامه واللي هيمشي المحافظه ان شاء الله النائب. تمام، وقدامنا. شكرا جزيلا يا استاذه سميحه. سميحة الخميسي مسؤول الإعلام في المحافظة، واضح من كلامها أنها كانت يعني تحب العمل مع الدكتور رضا، وترى أنه محبوب من أبناء شعب الشرقية وفقا لكلام السيدة سميحة. الخبر العاجل اللي قدامنا كمان أنه بعد هذه التطورات اللواء سامي سيدهم الذي كلف بالقيام بأعمال محافظ الشرقية قطع أجازته وعاد لمحافظة الشرقية لمباشرة مهام منصبه الجديد حتى صدور حركة المحافظين، أعتقد بعد انعقاد البرلمان القادم. طيب، ولو في تطورات، أنا بس كل قصة دلوقتي، يعني أعتقد القصة واضحة دلوقتي، فاضل بس الخبر أو النقطة الصغيرة اللي هتقفل الحدوتة كلها، وهي فكرة ليه؟ إيه اللي حصل النهاردة؟ ويمكن الأستاذ سميحة يا إما عارفاه ومش عايزة تقول لنا، يا إما ما عرفتوش لأنها ما كانتش مطلعة عليه. إيه اللي حصل النهاردة خلى الدكتور أحمد زكي بدري يتكلم وما يستناش لبكرة حتى بإقالة مكتوبة ويقول له ما تروحش الاستراحة، ما ترجعش المحافظة، روح على البيت؟ ده لازم يكون في حاجة آنية لا يمكن السكوت عنها، وده اللي هنعرفه وهنحاول نعرفه لحضراتكم قبل ما نختم البرنامج.